aux officiels, aux autorités qui ont bien voulu participer à cette cérémonie commémorative. Merci à l'armateur Grimaldi d'avoir pensé à... احنا اليوم سعداء بافتتاح الباخره غريت كازابلانكا. هذه الباخره هذه تابعه لشركه غريمالدي والتي تهدف الى تعزيز الخط الرابط بين ميناء الدار البيضاء وموانئ افريقيا الغربيه. هذا الخط هذا اللي كيضم بالفعل اكثر من 100 رحله سنويا. هذه الباخره جات اليوم باش تقوي العرض اللوجستي للمصدرين المغاربه، مما يسهل التبادلات ويعزز الروابط التجاريه بين المغرب وإفريقيا. كما تستجيب هذه السفينة للاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة البحرية بين المغرب والساحل الأطلسي لإفريقيا. هذه الباخرة هذه كتعتمد على تقنيات حديثة كتقلل من انبعاث الكربون بنسبة 43%، مما كيساهم في تحقيق نقل بحري أكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك يعكس الاختيار ديال اسم غريت كازابلانكا المكانة المهمة اللي كيحتلها المغرب في مجال النقل البحري بشكل عام، وخاصة في استراتيجية شركة غريمالدي. كل ما كان النوع ديال انفتاح خطوط جديدة مع الدول بصفة عامة وليني بالأخص مع إفريقيا، فاش كنكونوا حاضرين وكنكونوا كنشجعوا وكنكونوا تنعملوا جميع الوسائل باش المصدرين يلقاو خطوط فيها أثمنة منافسة باش يفتحوا أسواق جديدة مع إفريقيا. وهذه الباخرة هذه عندها مميزات كثيرة، وبالأخص لا ريدكسيون دي زيميسيون ديال الكربون ديال الزيفي دو سير، ولهذا كل شيء ممتاز من ناحية ديال المصدرين لأنهم كيشجعوا الأشياء هذه. والحمد لله الخطوط من ناحيه ديال الميناء ديال الدار البيضاء موجوده، الخطوط البحريه، وهذا الباخره اللي الاسم ديالها كتحمل الاسم ديال الدار البيضاء حتى هي غتزيد تدعم الخطوط اللي موجوده.